قاتته موتي يا شوالي يا رجال تعالوا ما معكم غير لبن وتمر. الو الو هلا تقولون جننتني ما خفت من ربك ما تدري ان قلبي لك لحالك ما تدري ان قلبي لك لحالك تدري وتدري والعرب تدري ايوه تقول لي يا نادر يقول يا ابو العيون اللي هدبها مرايش ايوه يا ابو الدلع اللي شفاياك دبله وش يا ابو العيون اللي هدبها مرايش ايوه يا ابو الدلع اللي شفاياك ذبله ذبله ما ادري وش مش الليله ايوه يا ما على شحنك نويت المطاريش ايوه والله رب الكعبه احبك والله حاول اسمع اسمع نادر هذا شوف انت ممثل كويس حلو والقائك القصايد حلو طيب كل هذه بيشتغل عليها تكفى الغنى انك تتركها لا والله صدق 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 والله كلام يا اخي انا مو مساله اني اغني ابي اعجب اعجب الحاضرين او اني ابي انا ما امسك انك تاثر على الحاضرين اسمع خليني بعلمك طيب سال النبي تاثر على الحاضرين سلبيا قل لا اله الا الله لا اله الا الله صل على الرسول اللهم صل وسلم عليه شفت كسبت اجرين الحين انت صح وانا كسبت اجرين انت لا تطلع خلي بعد مكتب خلي بعد قل لا اله الا الله الواحد ترى لما يغني بينه وبين نفسه او يغني يا سلام انت ايش قلت بينه وبين نفسه يا ولد خلني احكي الله يرحم والدينك بينه طيب خلني وبين نفسه خلني احكي ما هو بينه وبين صالح وبين الكاميرات ويأثر على الناس سلبيا شف اقسم بالذي لا اله الا هو اني داخل القريه هذه من اول يوم الى ان شاء الله يوم التسعين اني اعتبر نفسي ما عندي كاميرات هذا اول شيء يا اخي ما سالتك عن الكاميرات انت قلت لا تغني قدام الكاميرات يا اخي طيب خليني بعلمك خليني بحكي خليني بحكي نشبت في حلقي يا مسلم خليني احكي انا الحين لما اغني او شلت نافخ ابشر انا لما اغني ترى احنا نفس الليدر ليدرنا واحد صدق نكشف بليقرو بكره ولا نكشف بليقرو ولا ما نكشف انا وياك ومحمد جابر مرنا ماشي اي نفس الاسبوع الماضي طيب لكن مش مشكلتنا احمد حنيف أيه. احمد حنيف ضرب نص الشعيب عرفت أيه. يعني ها على طرف الشعيب انا والله اني مستشك من الوضع يا حبيبي انا نقاطي تدري كم الظاهره كم 170 ما عندي اي مجال اني اكشف 170 170 ما تكفيني حتى ما ذكرت شحن ولا نفقاتك الظاهره ما ادري يا رجال والله هذه نقاطي الظاهره مع اني والله العظيم صراحه الموضوع ذا قاهرني ليه؟ يا ولد كيف 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 وكنت وكنت والله كل الفقرات حاضرها ولا غيب عن البث ومتواجد ورياليتي وطناخة وطيب راس وكل شيء كفو والله ابوك الطيب نرجع لموضوعنا شوف واحمد والقهر احمد حنيف تدري كم؟ احمد حنيف 2000 خير اي بس كم خصومات احمد حنيف؟ حاسد اي حاسد كي حاسد كم خصومات قلبك طيب احمد حنيف كم خصوماته؟ ها نظف قلبك قلبي انظف من ثوبي احمد نكشف بليقرو 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 بكره؟ لا نقاطي 170 لا والله نقاطي 170 تخيل يا اليوم انا ماني بكاشف بس اني بمغط الالف كلها الظاهر ها
انت مغط الالف كلها. ماني بماغط ولا شيء. ما بتمغط في برايم. شكلكم تاكي شكلكم، انا اخذ قهوتي واجيكم. يلا. صدق. نرجع لموضوعنا، خل بليجرو على جنب. تدري وش اللي محببني في فقره البليجرو؟ وش؟ وليد قشره. قسما بالله اني شوف هذه كذا شخصيه في البرنامج. شوف انت ترى ترى مدحك للمقدمين. انا اتمنى اني اقول كلمه واحده وما يعطونك نقاط عليها. ما ابي نقاط. ما ابي نقاط. ما يعطونك نقاط. انا اتكلم على فكره يعني. صالح تكفى. ترى انا وياك ليدر واحد. صالح تكفى الله يرحمه. الله يرحمه. بحب راسك. لا لا ما تحب راسك. خلني اذا جيت اتكلم انا لا تقاطعني. طيب تكفى يا صالح. ارحم والديك. الله يجعل شيبان جابوك في الجنه. تفضل يا رب. قل امين. خلاص امين. الله يرحم والدينك حتى انت بس استريح. ايوه اسلم. قطيعه. اي أيوة وليد قشران. هذا وليد قشران. هذا زياد الشهري. هذا فهد معيان. هذا شو اسمه سلطان الهميلي. المشكله كلهم والله رياجيل، عرفت كيف؟ وغض النظر عن رياجيل، هم رياجيل بيو بلياع بكلامي ولا بدونه ما يحتاج. بس يعني انا مشكلتي في التعبير. طب خلصت؟ نرجع لموضوعنا الاول. لا لا خلصت موضوعك. لا عندي انا عندي كلام بالموضوع هذا. في كذا موضوع كل ما طرحته انت قاطعني يا صالح. لا صالح الكلام هذا ما يصلح يا صالح. حبيبي صالح الله يصلح عقلك. نادر انت تدري وش هو؟ انت ما تعطي مجال اتكلم موضوع تروح تخش موضوع ثاني، تكلم موضوع تخش موضوع ثاني. اصبر خليني اعلق على موضوعك هذا. شوف نادر ترى ما يعطونك نقاط اذا مدحته. ماني في حاجه نقاط انا. ما يعطونك نقاط اذا مدحته. عندي خبر بس ماني في حاجه نقاط. انا ابرر لك اوضح لك. انت مدحتهم كل باقي سعود العتيبي. سعود العتيبي غض النظر عن سعود العتيبي هو اساس البرنامج هذا يعني. لا والله لولا سعود العتيبي ما شفت ما تواجهت انا وياك في البرنامج. بدايه كيان. كيف يعني كيان؟ يعني كيان مستقل بسعود وبدون سعود بصالح بنادر ولا بدون صالح ولا بدون نادر. عارف بس سعود العتيبي كيان شخصيه مذهله يعني. انت شلونك؟ الحمد لله. انا قال لك مشكلتي في التعبير.